اشتبه فيهم من قط إلا وجد المشبه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله عليهم بالرضا والجنة. يقص النبي على الصحابة في قصص يخبرهم بالغيبيات حتى بدأ يصف لهم أبواب الجنة. شوف لهم الصحابة جاهزين. قال لهم الجنة ثلاث أبواب. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة لكف الصلاة. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة لباب اسم الصدقة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. كل باب لناس. فقال أبو بكر يسأل قال يا رسول الله ما على أحدكم من ضرورة إن دعي بتلك الأبواب. شوف هم أبو بكر ما يقول أهل ما قال أنا ودي يدعى بتلك الأبواب. لا اللي يدعى بتلك الأبواب حالة بعد ما يقع عليه ما عليه ضرورة يدعى ضرورة. فهل يدعى أحد بأبواب دونها؟ في واحد أبو بكر ما يقدر أي جنة. أبو بكر يسأل عن اللي فوق فوق. أبو بكر يبحث عن المراتب إما عالية. هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال نعم وأرضي أن تكون منهم يا أبا بكر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يكثر الصلاة والصيام لا بشيء وقع في الصدق في القلب القلب سليم صدقه العلم تنفعه القلب السليم. شو شاف طيب يوم العيد مقيم بكى قالوا ليش تبكي؟ قال يا ليتني كنت طيبا يا ليتني الله خلقني طير بعد البشر خلق الجنة. قال يا ليتني كنت طيبا. قال ولما؟ قال يطير على الشجر ويأكل من الثمر ثم يموت ولا حساب ولا عذاب. أولئك يسارعون في الخيرات. الله يقول عنهم كل شيء يقول لكن يبقى قول رب العالمين الذين يؤتون ما آتوا وخذوهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. كل أهل الشرك يعرفون قدر أبي بكر. سفيان أبو سفيان قال ليس أبي في معركة أحد الوضع صح قتل من قتل